يوم بعد آخر تخطو مأرب خطوات ثابتة نحو تطوير البنية التحتية في كل المجالات الخدمية التي يحتاج لها المواطن بما فيها الخدمات الصحية، وآخر ما تم افتتاحه في هذا الجانب مصنع الأكسجين لتعبئة الأسطوانات التي يحتاج لها المرضى في المستشفيات التي تقدم خدماتها لمئات الآلاف من النازحين. مصنع الأكسجين يعتبر المصنع الوحيد داخل المحافظة الذي ينتج، أو أكبر مصنع داخل المحافظة الذي ينتج 300 أسطوانة يوميا بدعم من دولة الكويت. يعتبر رافد كبير بالنسبة للمستشفيات. درجة نقاوة الأكسجين بتعتبر 99%، هذا من يعتبر رافد كبير لتغطية مستوى المستشفى في المستشفى كرة وتغطية مستشفيات المحافظة، حيث أن الطاقة الاستيعابية للطاقة الاستهلاكية للمستشفى بتتجاوز 100 أسطوانة، بينما 200 أسطوانة تكون توزع على بقية المستشفيات. في مستشفى كرى العام وعلى نفقة الكويت اليد البيضاء وبجهود من مكتب الصحة بالمحافظة، جاء مصنع الأكسجين كضرورة ملحة بعد أن عانى المستشفى من شحة الأكسجين، والذي كان يتم استيراده من محافظات أخرى وبتكاليف باهظة ولا تفي بالغرض. محافظة مأرب كانت تفتقر إلى مادة الأكسجين، وكنا نحاول كنا نستوردها ونجيبها من المحافظات المجاورة، والمحافظة تحتاج إلى هذه المادة، ونظرا لتوسعها وزيادة عدد النازحين والمراكز الصحية، وهي مادة حيوية لا يمكن لأي مركز صحي أو مستشفى أو كذا إلا أن تكون متوفرة وموجودة يعني في هذا المركز. سعينا والحمد لله أصبح الحلم حقيقة، وتم افتتاح هذا المصنع، وإن شاء الله يساهم في إنجاح العملية الطبية وفي توفير هذه المادة في هذه البلاد. مادة الأكسجين يحتاجها المستشفى في الطوارئ وفي الحضانة والعنايات المركزة، ونظرا لتوسع أقسام العنايات فإن الحاجة للإسطوانات في تزايد، فمن المقرر أن يستهلك المستشفى معدل 100 إسطوانة، بينما 200 إسطوانة ستتوزع لمستشفيات مأرب الأخرى. إن كان هناك من كلمة الشكر فهي لدولة الكويت حكومة وشعبا وأميرا على دعمهم اللامحدود للقطاع الصحي في المحافظة ومستشفى كرى بشكل خاص في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا نتيجة الحرب وانقلاب ميليشيا الحوثي على كل قطاعات الدولة ومنها القطاع الصحي الذي أثر سلبا على حياة الناس وصحتهم بشكل عام. مصنع الأكسجين يعتبر من الأشياء المهمة توفرها في أقسام ومستشفيات عامة كمستشفى كرى العام. سيكون لهذا المصنع أهمية بالغة في قضية معالجة الحالات المرضية، خصوصا حالات التي تعاني من ربو أو حالات إشكاليات في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى دعم الأقسام المهمة مثل قسم العمليات وقسم الحضانة وقسم العناية المركزة بالتزويد بالأكسجين بأسطوانة الأكسجين. ثانيا سيكون هناك تخفيف العبء المالي على المستشفى، لأن المستشفى بيشتري أسطوانة الأكسجين من مصنع آخر. بعد افتتاح المصنع وتشغيله قد تصل مستشفيات مأرب إلى الاكتفاء وتغطية القطاع الصحي ككل، مما يوفر عليها الجهد والمال وتصبح مصدرة للمحافظات الأخرى، ويأتي مثل هذا المشروع النوعي كخدمة تنموية تنهض بالجانب الصحي في المحافظة وترفع من مستواه ليلبي حاجة المواطنين ويخفف من الأعباء عليهم.